ليلي وين لقيتي هاي الصورة؟ شلون فتي على غرفتي؟ اتركني. لك انت كيف بتقدر تعملي كل هذا الشيء؟ اسمح لك تفوتي على غرفتي وتفتشي اغراضي. انا من الاول ما كان لازم اقدم لك مساعدتي وساعدك، وما كان لازم خليك تعيشي معي بهالقصر هاد. لشو انت عم تتدخلي بحياتي الخاصة؟ هذا اللي بدي افهمه. ناينا بنتي خلاص اتركها، بعيد ايدك. شو عم بتساوي ناينا؟ اترك لي اختي راجا. شو عم بتساوي؟ اتركها استاذ. راجا اترك البنت لشوف. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.